السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم مشاهدات الأحباء الحبيبات. إن شاء الله يا ربي تكونوا بصحة جيدة وتكونوا بخير يا رب العالمين. حبيباتي قبل ما نقول لكم شنو راح ندير لكم كما جرت العادة، لا تنسوا الاشتراك معي في القناة وما تنسوش تبرتجيو الفيديو مع الأحباب والأصدقاء. حبيباتي اليوم واش حبيت ندير لكم؟ حبيت ندير لكم حاجة سبيسيال شوية. واش نقول لكم؟ حبيت ندير لكم هي شغل طبيخة، شغل تشبه لها وشنو أنا عاودت نوعت فيها، بدلتها شوية على جال الأطفال. ولهذا كما كنت تشوفوا المقادير، عندي حبة طوماطيش مسكروجة، عندي لافيونداشي تاع الدجاج، عندي القرنون نقيناه ودرناه في القارص وقطعناه، وعندي الفول كما كنت تشوفوا حبيباتي. حطينا طنجرة تاعنا على نار، حطيت حوالي ملعقتين من الزيت كما كنت تشوفوا، عاودت بدلت على جال الاطفال على خاطر الاطفال كي نديروا زعما باكزوم طبيخه كي نديروها مثلا نديروا الجلبانه والفول وسمو ما يحبوش كامل ياكلوها، من يستحيل ما ياكلوها الاطفال. ولهذا انا عاودت غيرت فيها شويه كما شتوني حبيباتي، حطيت الثوم وحطيت الزيت وزدت حطيت الثوم، رميت هذيك الحبه تاع الطماطيش اللي سكرفشتها ورميتها كما كنت تشوفوا. واش نقول لكم؟ واحد الطبيخه بزاف بنينه، طوماطيش كونسونطري عفوا حبيباتي كما كنت تشوفوا. هذه يحبوها الاطفال وياكلوها لكم، ناكد لكم باللي ياكلوها لكم وياكلوها لكم 100%. انا نحب الاطفال بزاف، ولا هذا الشيء نفكر فيهم كما يقول لك. درت لها تغيير كما راكم تشوفوا، دوكا زدت رميت الفول والقرنون، هاوريك الفول كيفاش قطعته واللي هذيك الجلده تاعو اللي من الفوق اللي نقاوها طريه نقطعوها قطع صغيره، والحبه نخلوها عادي جدا نفركوها عادي، نرموا القرنون والوسمو والفول تاعنا هكذا في لاصوص هذيك في الطماطم والوسمو. صدقوني جربوها وشوفوا يا بنات، جربوها تجربوها بزاف بنينه بزاف بنينه، ما متقدميها لضيوفك يعني كيما تحبي. رميت حوالي ملعقه من الارز بعد ما غسلناه ونقيناه، فلفل احمر، ملح كيما كنت تشوفوا. جربوها ورجعوا لي بالخبر، وما تنساوش البنات ما تنساوش تكتبوا لي، ما تنساوش واش حابين المشتركه تاعي، وين راكو حبيباتي؟ وقفوا معايا شجعوني، وين راكو يا بنات؟ وين راكم يا بنات بلادي؟ حطيت كركم بليتو، حطيت عفوا حطيت فلفل اسود، حطيت القزبر وحطيت الكمون. هاد الاخر انا ما حطيتش كمون كما راكو تشوفوا. نخلطوا الخليط جيدا، نكونوا سخنا الماء وطيبوها على نار قليله البنات بالك، وطيبوها على نار قليله جدا، ما تكتروش الارز، حطوا شويه ارز ملعقه صغيره يعني ماشي حاجه كبيره، انتم والكميه اللي رايحين طيبوها كما راكم تشوفوا. هاوليك الماء تاعنا سخون دائما، مرقوا بالماء سخون فوالا. نرقوها بالماء سخون ونزيدو نحطو الماء يسخون اونكا تشرب لنا ولا تنقص لنا في الفلاصوص ولا كيما راكو تشوفو. هاي ليك الطبيخه تاعنا، هاي ليك تشهي شهيتكم في الجنه شحال بنينه. هام ديك لافيونداشي تاعنا تاع الدجاج رحيناه في الدار كيما علمتكم، نروحوه في الدار نقوه مليح ونوسوه نروحوه في الدار. حطيت له التوابل اللي حطيتهم في لاصوص حطيتهم فيه كما راكم تشوفوا، درتهم كويرات وحطيتهم في لاصوص يتجمروا مع باقي الخضر هكذا. وش نقول لكم؟
والله ما نزيد عليكم، جات واحد الطبيخه ما شاء الله، والاطفال صدقوني ياكلوها لك هكذا هكذا. تقدري تسقي لهم شويه، تحطي لهم مع بوله مع لي بول تاع الدجاج، الاطفال يحبوا البول لي بول تاع الدجاج، يموتوا عليهم. كما كتشوفوا الطبيخه تاعنا هاي لك وجدت، هاي لك شوفوا شحال جات تشهي، ولو كان تاكلوها واش نحكي لكم. حاجه واحده اخرى هكذا، هاي لك هاي لك الطبيخه تاعنا وجدت. ونقول لكم حبيباتي ان شاء الله يا ربي تجربوها وتعجبكم، ونقول لكم ان شاء الله يا ربي تعجبكم تجربوها الاطفال تاعكم. نقول لكم حبيباتي ما تنساوش الاشتراك معي في القناه تاعي، ونقول لكم الى اللقاء في الملتقى ان شاء الله، مع السلامه.